الواحد في خلال المرة بنسختها 35. الكلام اللي تحبين تقولينه والزيارة الأولى لك في البصرة. نعم، بداية شرفني حضور هذا الحفل الرائع، مهرجان مربط للشعر في دولة العراق، في تحديدا في مدينة البصرة، مدينة الشعر والشعراء والمبدعين، وبذلك بدعوة تلقيتها من معالي وزير الثقافة. وأنا سعيدة جدا بتواجدي بين كوكبة الشعراء، بين مبدعين وفنانين، وهذه المدينة التي تشتهر بالفنانين والشعر والشعراء، وكل ما قدم من عروض يجسد الثقافة العراقية العريقة، وكذلك يجسد اهتمام المجتمع العراقي بالشعراء وبالقضية الفلسطينية بشكل خاص. ماذا عن مشاركتكم كليبيا؟ مشاركة خاصة ليبيا حتشارك إن شاء الله بإذن الله، يعني لم تشارك اليوم، ولكنها حتكون عندها مشاركة من خلال شاعر ليبي مبدع إن شاء الله تعالى. شكرا.